زميلتنا سمر على هذا التقرير. ومن موضوع إلى موضوع آخر، حيث أقامت إحدى المدارس الخاصة مبادرة جميلة، ونظمت هذه المبادرة لقاء تربويا بعنوان معا نزرع إنسان، وذلك للاهتمام بالأطفال وهم قادة المستقبل. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذة وفاء عبد الله، وهي المشرفة العامة والمدير الأكاديمي للمدارس. هلا وسهلا فيك أستاذتنا. أستاذة وفاء هلا وسهلا. أستاذة وفاء معانا؟ ظهر في مشكلة في الاتصال. إلى أن يجهز الاتصال أكيد راح نتحدث أكثر حول هذا الموضوع. يعني ما شاء الله صارت المدارس في الفترة الأخيرة والراهنة أيضا صارت تحتفي بأشياء كثيرة وباحتفاءات كثيرة جدا لزيادة الوعي عند طلابنا وطالباتنا بشكل أكبر وأوسع فعليا. أستاذة وفاء انضمت لنا، تفضلي. هلا وسهلا فيك أستاذة وفاء. أهلين، أهلا وسهلا، مرحبا فيك. أهلا وسهلا. يعني في البداية أكيد نهنئكم بهذه المبادرة مع نزرع إنسان، لكن دعينا نتحدث قليلا عن طبيعة هذه المبادرة أستاذة وفاء. بداية أشكر لكم اهتمامكم في مثل هالمواضيع طبعاً تخص الطفولة. شكراً لك. الله يرضى عليك. لكن المدارس بشكل عام يعني توجهها بما أنها تخصصها رياض أطفال وحضانة، فيعني كانت فرصة وجود مثل المناسبات العالمية مثل مناسبة يوم الطفل العالمي، وحبينا أن نشارك في هذه المشاركة من خلال اللقاء التربوي الحواري اللي أقامت المدارس في يوم السبت الماضي، وكان تحت شرف تحت سمو الملكية الأميرة ريف الوليد بن بدر. صراحة كان اللقاء يعني عددنا له بشكل يعني جدا جميل ورائع، كان جدا يعني اللهم لك الحمد، كان يعني حفظ أصداء جدا جميلة. يعني كان اللقاء يتضمن محاضرات، اثنين محاضرتين، الأولى كانت عن فن التربية الإيجابية للأستاذ شهاد الفواز، والمحاضرة الأخرى كانت فن الذكاء المالي، عفوا الذكاء المالي للأستاذة سامية العيسى. كان أيضا ضمن هذا اللقاء معرض مصاحب، طبعا يعني حاولنا وحرصنا جدا أنه نلتقي الناس اللي حتيجي وتعرض كمان في هذا المعرض حتى أنه نسري اللقاء أيضا. ما هو مضمون المعرض أستاذة وفاء؟ يعني هذا المعرض المصاحب لهذه المبادرة، إيش كان مضمون المعرض؟ والله زي ما قلت لك إحنا حرصنا أنه يكون يعني حرصنا على النوعية أكثر من كمية العدد المشاركين. طيب النوعية؟ كان في من ضمنها جمعيات تطوعية، وكان في من ضمنها اللي هي جمعية تاج التطوعية، وطبعاً جمعية أنصر أخاك، بالإضافة إلى عدد من دور النشر اللي معروفة واللي مش معروفة، لكن عرفنا احنا حبنا بحيث انه نجد المادة المقدمة للطفل اللي تكون هدف يعني او مستهدفة من قبل جميع الفئات المختصة او المهتمة بامور التربية. ما شاء الله، قصص ووسائل تعليمية يعني في هذا المجال. اتمنى انه تحققوا فعلا اهدافكم يعني من هذه المبادرة. الله يعطيكم الف عافية. أكيد شكرا لك أستاذة وفاء. بس إذا تسمحين لي أستاذة، أنا كنت حابة يعني أقول إن المدارس حرصت كثير جدا على إنه ما تقتصر فقط في مشاركات بسيطة يعني مدة يوم أو يومين وتنتهي، ولكن هي دائما تسعى للبحث عن يعني الجودة. صحيح. شأن الطفولة. شيء جميل جدا وهذا المطلوب. على الفترة القادمة كان طيب جدا، حيسعد الأمهات خلال المواضيع والبرامج المقدمة له. نأمل إن شاء الله إنه الجميع يسعى، ولا أنسى أني أشكر الأستاذ محمد العفيم المدير العام للمدارس، وأشكر كمان الطاقم اللي معي كله صراحة. الله يعطيكم ألف عافية. ومعلمات ونحن الله يعطيك العافيه، ونحن بدوره نشكرك استاذه وفاء عبد الله المشرفه العامه والمدير الاكاديمي على هذه المبادره، شكرا جزيلا لك. يعطيك ألف عافية أكيد أستاذة وفاء على هذه المعلومات المهمة حول هذه الفعاليات أيضا الرائعة بخصوص طلابنا وطالباتنا. ومن هذا الموضوع إلى موضوع آخر، والغاز الصامت أو الخطر الصامت. هذا الخطر الصامت وهو هذه المشكلة التي قد نعاني منها في هذه الأيام الراهنة، فصل الشتاء، نحتاج دائما إلى وسائل تدفئة
عديدة وكثيرة من هذه الوسائل قد توقعنا في هذه المشكلات، وهذه المشكلة تحديدا قد تسبب وفيات سنويا بأعداد كبيرة جدا بسبب التسمم أو الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون. عن هذه الموضوع أو عن هذا الموضوع أو هذه المشكلة دعونا نتحدث قليلا اليوم ونعطي مجموعة من النصائح حول آليات استخدام تلك الأمور الخاصة بوسائل التدفئة مع ضيفتنا في الاستوديو الصيدلانية آية محمد. هلا وسهلا فيك يا آية. يا هلا ومرحبا آية. آية يعني حنا على أبواب طبعا فصل الشتاء يعني بدأنا فيه، ولكن قاعد يروح ويجي صحيح. بالتأكيد هنالك العديد من المخاطر وتحديدا من استخدام أجهزة التدفئة في فصل الشتاء كاستخدام الحطب وغيره، وكثير بيجهلوا فعلا من مخاطر غاز أو أكسيد الكربون اللي يطلق عليه الغاز الصامت. تحدثينا عن مخاطره لو تكرمتي وأعرابه. هلا طبعا احنا صرنا بفصل الربيع زي ما قلنا، الربيع والشتاء. هلا بصير كثير من الناس يحبوا يطلعوا على البر، يحبوا حتى يشغلوا في بعض الاحيان فتره الشتاء اللي مرت يشغلوا دفايات حطب، ممكن يكون في البيت نفسه في دفايه صحيح حطب او ممكن دفايات الكاز اللي كانت من الغاز. صحيح. الغاز والكاز وهي الاشياء طبعا مشكلتها هاي الاشياء انها بتطلق غاز او اكسيد الكربون. هلا ايش المشكله في غاز اول اكسيد الكربون؟ مشكلته انه لما احنا بنستعمله بمكان مغلق ما في تهويه ايوه بينتشر في الهواء. هلا المشكله فيه انه كريات الدم البيضاء، كريات الدم الحمراء، هي بتحب انها ترتبط بهذا الغاز اكثر من الاكسجين. ففي حال تواجده حتى لو في تركيزات مش كثير كبيره بيرتبط بكريات الدم الحمراء اللي هي الدم، وبيمنع الاكسجين يرتبط مكانه، وهذا بخلي الاكسجين ما يوصل لكل الجسم، لا للدماغ ولا للقلب ولا لاي مكان، لاي خليه من خلايا الجسم. هلا هيك بصير عندنا المشكله، بصير ما في تغذيه للخلايا، ما في تغذيه للدماغ ولا للقلب، وبنصير عندنا اعراض الاختناق اللي هي الدوخه، اللي هي مش مركز الواحد، يعني بصير في ضعف مو قادر ياخذ نفسه، الاشياء مش قادر يتنفس. ممكن توصل إذا ما صار في انتباه من الناس للإغماء ممكن توصل للموت زي ما قلنا في الأول. فمهم جدا لما نستعمل هاي الوسائل التدفئة دائما التهوية، دائما تكون مكان فيه الهواء بيروحوا يعني يتجدد الهواء. حتى لو إحنا بيكون في مكان زي البر دائما قبل ما ننام نتأكد إنه الحطب يعني مش مطفين 100% مطفى بشكل كامل. جميل. طيب ايش تقولي آية عن الاشياء اللي شايفينها ظهرت في الفتره الاخيره اللي هي دائما انواع من الدفايات كثيره وعديده جدا، وبيقول لك انه وسائل الامان او امور الامان فيها عاليه جدا، ما بتخافي وانت مشغلتها وانت نايمه عادي جدا، ما بتسبب اي مشكلات. لكن بالطبيعي لما المكان بيزيد تدفئته زياده عن اللزوم هنا بتبدا المشكله، مو المشكله في الجهاز صحيح. المستخدم من الاساس. ايش النصائح اللي تقدميها لكل الاشخاص اللي دائما بيستخدموا هذه الامور، شغلوا الدفاية يقول لك ساعة وبرجع أقوم أطفيها لما أنام وأروح في النوم والمكان يدفى، إيش النصائح اللي تقدميها لنا في هذا الموضوع؟ أول شيء زي ما قلنا التهوية. ثاني شيء ما في شيء اسمه أنك تنام أو الكل ينام وخلي شيء شغال، وسائل التدفئة مشغلة، يعني حتى لو حد واحد بضل صاحي حتى وإن كان مكيف، خلينا نقول حتى لو حتى التكييف الناس بتستهين فيه مصيبة المكيف أو التكييف لما بيحوله مثلا من البارد إلى حار سيء جدا بالتأكيد. طبعا هو مش زي الفحم والحطب وهي الأشياء، دائما إحنا بنحكي الوسائل التقليدية بتدفئ ضررها أكبر بكثير من الوسائل الثانية، بس دائما التدفئة خصوصا قبل ما تناموا ينضل أي ولو حد واحد صاحي لما ينام لازم يطفيها. ننتبه دائما لما يكون في وسائل تدفئه زي التقليديين دائما نكون في البيت في جهاز بيكون كاشف لمستوى اول اكسيد الكربون اللي هو CO بيبين نسبته في الجو، في حال انه ارتفع لمستوى بيأذي الانسان بيطلع تحذير الارم يعني صوت انه انتبهوا في هذا الغاز موجود، بالتالي بصير بينتبهوا الناس يعني وبيطلعوا من المكان. هذا اول شيء او بيفتحوا يبداوا التهويه او التهويه. ثاني شغله دائما بنقول الصيانه الدوريه دائما مهمه جدا في حاله وسائل التدفئه زي مثلا في مدخنه في البيت، في هاي الاشياء ممكن كمان تستعمل على فكره وسائل التدفئه هاي في سخانات المي، ممكن كمان بنحذر كثير منها في كراجات السيارات
كانت قبل ما بعرفش اذا هلا مش موجوده بجزء زي قبل، كان الواحد يشغل سيارته والكراج مسكر، صحيح، فيصير اطلاق لاول اكسيد الكربون وينخنق من غير ما يعرف. وكثير حالات فعلا صارت اختناق، حالات اختناق من السيارات، من تحديدا الدخان الصاعد من السيارات. طيب اذا اردنا ان نتحدث عن الاعراض، اعراض استنشاق غاز اول اكسيد الكربون، ماذا تقولي؟ كيف اعراضه؟ كيف هو مشكلته انه ما له اعراض ظاهره كثير انك تميزيه عن غيره من الاشياء، مشان هيك بنقول انه ما له رائحه، ما له طعم، ما بتحسي فيه. فهي اعراضه اعراض عامه، يعني زي دوخه، بصير الواحد مش مركز، بصير انه زياده في دقات القلب، بس ما بتحدد لك هاي خطورته، انه ما بتحدد لك انه 100% انه في عندك تسمم باول اكسيد الكربون. مشان هيك دائما بنشدد على الوقايه اكثر من العلاج، انتباه دائما لوسائل التدفئه، خلص يكون في وعي، لانه ما في اعراض بتميزه عن اي شيء ثاني. ممكن الواحد وهو نايم شغل وسائل التدفئه ونايم، ممكن لا سمح الله يعني يصير وفاه من غير ما يميز ايش السبب. فهي هو الانتباه للاسباب مجهوله بتكون. طيب مش مميز الاعراض. طيب ايه، يعني هذه ايضا من الاشياء اللي انت ذكرتيها اللي هي ممكن تكون عوامل يعني مشتركه في امراض كثيره ممكن يصاب فيها الشخص، لكن خلينا نقول اذا شفنا احد قدامنا بدا انه يشعر بدوار، بدا يشعر، اكيد بزياده الوعي بكون انا يعني عرفت انه هذه مشكله غاز اول اكسيد الكربون. كيف انا ابدا بعمليه الاسعافات الاوليه بحيث انا الحق على الشخص اللي قدامي او الحاله اللي قدامي؟ اول شيء طبعا نطلعه على مكان فيه اكسجين، اي غرفه موجود فيها يبعد عن المكان اللي فيه وسائل التدفئه، يقعد في مكان فيه اكسجين. ثاني شغل اذا كانت الاعراض متقدمه كثير، يعني في مثلا اغماء، ينتقل على طول على المستشفى، بينحط في غرفه فيها ضغط اكسجين عالي. اذا كان ما في تنفس، ما في قدره على التنفس، بينحط له اكسجين صناعي لحد ينقنع اكسجين صناعي لحد ما يستبدل الاكسجين محل اول اكسيد الكربون ويصير يعني شفاء للشخص. يعني مثل ما قالت منى، يعني التوعية أحيانا فعلا بيزيد، أكيد. من يعني نقدر إنه نعرف مثلا في حالة إن التدفئة، يعني شغلنا أجهزة التدفئة، أحد مثلا قال أنا ماني مركز أو عنده دوار دايخة، طبعا خصوصا نركز بهذا الموضوع على الأطفال، معرضين أكثر من الناس العاديين، الحوامل، كبار السن، الأشخاص كبار السن، الأشخاص اللي عندهم أمراض القلب دائما بيكون وصول الأكسجين أصلا، واللي عندهم مشكلة ضيق التنفس كمان آية أتوقع، والمشاكل التنفسية بيكون وصول الأكسجين أصلا في خلل. فمع كمان وجود اول اكسيد الكربون بصير الموضوع اصعب. في ناس حتى لو ما تكلمنا عن اجهزه تدفئه، في ناس مجرد انه بيحطوا الفحم علشان البخور، او تلاقي مثلا المكان مره، ايوه الاماكن مغلقه بتكون، مثلا بيكثروا من البخور، وايضا بيصدر غاز اول اكسيد الكربون لان بيكونوا حاطين فحم احتراق بعد احتراق أي احتراق اي شيء فعلا ممكن ان يؤدي. ايوه يعني حتى مثلا في يعني في حاله التبخير ايضا بتفضلي انه وجود تهوية دائما في اي مكان، حتى في حاله احنا بنحكي هلا عن اول اكسيد الكربون، هلا في حاله التدخين، في حاله حتى وجود الشيشه او الارجيله او هذا الحكي كله، دائما لازم يكون مكان مفتوح، دائما لازم يكون في تهويه، وجود اطفال، وجود حتى البالغين، يعني طبعا كله بياثر، الاكسجين يوصل بشكل كامل لاعضاء الجسم طبعا. اكيد. يعطيك الف عافيه ايه على هذه المعلومات المهمه جدا في ابواب الشتاء، نحتاج اكيد وتحتاج كل ام وكل ربه بيت الى هذه المعلومات بحيث يكون عندها الوعي الكافي لتدارك اي مشكله لا سمح الله صارت معها داخل المنزل. شكرا لك. الله يعطيك الف عافيه دكتوره، على دكتور أستاذة آية، على هذه النصائح اللي أنتي قدمتيها. طبعا مشاهدينا ما زلنا متواصلين معاكم، والشيف عمر ترجمان وحلا الجزر، ولكن بعد هذا الفاصل.